الشيخ الصادق يعني هو من العلماء، نعم، ويعني ظننا فيه أنه من العلماء الكبار وأنه من أهل الخير والفضل، هذا ظننا فيه، ويعني والطعن فيه طعن في عالم من علماء الأمة بغير سبب. وقد قلت في اللقاء الماضي أن الوقوع في العلماء يكون لأمرين، نعم، إما لعداوة شخصية بينك وبينه، فهو بشر من البشر، قد تسبه إن سبك وتشتمه إن شتمك، وتأخذ حقك منه إن أخذ حقك، أخذ مالك أو ضرب يعني وجهك، هذا من حقك لأنه نعم. من الناس، نعم، هكذا. وأما إذا كان كرهك له من أجل كلامه في العلم، من أجل فتاواه، من أجل قوله، من أجل هكذا، فهذا لا يجوز، لأن يعني هو من العلماء، والعالم لا يقول قولا إلا وهو يراقب الله سبحانه وتعالى، فإن أصاب فله أجران وإن أقطع فله أجر، فأنت لما تكره وتقع في من أعطاه الله تعالى الأجر في كل الأحوال، أصاب أم أخطأ، في من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن رفع قدره يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ما لك أنت يا أخي تحمل الأوزار والآثام، ما لك يعني لسانك، احفظه على نفسك، ارعى نفسك واحفظ لسانك. ولكن من يتمادى في الكلام بعد أن يعرف الحقيقة فهو مصر على الذنب، مصر على المعصية، ليس له حجة،